توان كل شيء يهون إلا هذا الطائر، كيف سوف ننام؟ سوف يعيد أسماءنا طوال اليوم. بما أن هذا الببغاء يجيد التحدث، أريدك أن تقول دائما غروفي بيب وتوان كفاكما نوم. ها، هل رأيت؟ آه يا لحظنا. شاهدون قناة Kids Toys by Amoon. يا لها من خيانة عظمى، تتناولون الوجبات من غيري؟ آه، لست إذ لم تكوني أنت، إذن من؟ أعتقد أنها غروفي بيب وتوان. آه، قلت لي غروفي بيب. ها، أما زالت غروفي بيب نائمة؟ أيقظيها. هيا أيقظيها، إنه دورها اليوم، يجب أن تذهب إلى المتجر قبل أن يغلق. آه لا أعتقد أنها سوف تستيقظ الآن، إنها دائما كسولة هي وتوان. ها، ومن سوف يشتري لنا الأغراض؟ إنه دورها. آه لا أدري شادو، اذهبي أنت وأيقظيها، أنا أريد أن أذهب وأغسل. هذا لا يجوز، يجب أن نتشارك بكل شيء في هذا المنزل. غروفي باب، غروفي باب، هاي غروفي باب، غروفي باب، هيا استيقظي يا عزيزتي غروفي باب. هاي هيا انهضى، يوجد الكثير من الأعمال سوف نفعلها اليوم. هيا غروفي باب، هيا اذهبي إلى المتجر، إنه دورك اليوم. أرجوك أرجوك شادو كفاك، أنا متعبة لم أنم طوال الليل، أريد أن أرتاح قليلا، أنا نعسانة أرجوك يا شادو اتركيني. ومن سوف يشتري لنا الأغراض؟ إنه دورك، يجب عليك أن تذهبي إلى المتجر قبل أن يغلق. بدلي ما يا شادو، اذهبي أنت اليوم وأنا أذهب غدا. دائما تفعلين بي هكذا. حسنا سوف أذهب أنا اليوم، سوف أذهب قبل أن يغلق المتجر، لكن أنت سوف تذهبين غدا. يا لها من كسولة، سوف أذهب أنا اليوم لأشتري الأغراض. لا تنسي أن تحضري لنا أكلات لذيذة يا شادو. حسنا لن أتأخر. آها قد خرجت شادو، ماذا سوف أفعل؟ سوف أوقظ توان، أريد أن أصفف شعري. هيا استيقظي يا توان، توان استيقظي، توان استيقظي كفاك نوم. ماذا تريدين يا كوزميك نوفا؟ هيا يا توان أريدك أن تصففي لي شعري. أتوقظينني لكي أصفف لك شعرك؟ توان إنها الظهيرة، أتريدين أن تنامي طوال اليوم؟ ولماذا نستيقظ مبكرا؟ أنت تعلمين لا يوجد شيء نعمله، لا نستطيع الخروج من المنزل. يوجد أشياء كثيرة نستطيع أن نعملها، أن تصففي لي شعري، أن تضعي لي طلاء جديد، أن نفعل تحديات فيما بيننا، وأيضا يوجد الكثير من الأعمال المنزلية يجب علينا فعلها. هيا استيقظي أرجوك، لا أريد الجلوس لوحدي، لقد غادرت شادو لكي تشتري لنا بعض الأغراض وأنا جالسة لوحدي، أرجوك استيقظي والعبي معي. عندما أستيقظ يا كوزميك نوفا سوف ألعب معك، دعيني أنا. يا لكن من كسالة. قد أتيت يا شادو، هذه الأشياء الجميلة. إني أرى عصفورا جميل، أليس كذلك؟ هذا عصفور؟ نعم لقد أعجبني هذا العصفور كثيرا، قلت أحضره لكي نتسلى به. أنت تعلمين نحن لا نستطيع الخروج من المنزل. سوف يسلينا طوال فترة مكوثنا في المنزل. دعيني أتعرف عليه. دعني أتعرف عليك أيها العصفور الجميل. إنه جميل جدا يا شادو، وأيضا جنحانه تضيء. سوف نتسلى به كثيرا، هيا غني لي.
هيا قل اسمي. اسمي كوزميك نوفا. ها؟ هل سمعتي؟ مع كل هذا الإزعاج اتركوني، أريد أن أنام. وأنا أيضا نريد أن ننام، لا تزعجوننا. ما كل هذا الإزعاج؟ ما كل هذا الإزعاج؟ أكنت أحلم؟ لا، كيف قام هذا الصوت؟ ما هذا الصوت؟ إنه صوت عصفور، أنا متأكدة. هذا صوت عصفور. نحن لا نملك عصافيرا في المنزل. جروفي باب استيقظي، هناك صوت في الخارج. جروفي باب، ماذا هنالك؟ ما بك؟ أريد أن أنام. صوت عصفور. نعم، إنه صوت عصفور. دعينا نذهب ونرى ما هذا الصوت. اذهبي أنت، أنا أريد أن أنام. اذهبي معي، أنا أخاف أن أذهب لوحدي. ها؟ تخافين؟ أنت قلت لي صوت عصفور ليس صوت دراكولا، لماذا أنت خائفة؟ قال اسمك، فعلا قال اسمك، إنه ببغاء جميل. ماذا يحصل هنا؟ أترين الذي أراه؟ نعم، هذا الصوت قادم من ذاك الببغاء. وأخيرا، هل استيقظتم؟ نعم، لقد استيقظنا. ما هذا الشيء؟ أعتقد أنه ببغاء؟ نعم، أحضرته لكي يسلينا في جلستنا هذا. يسلينا في جلستنا هذا؟ إذن لن أنام طوال اليوم. أوه لا، ما هذه اللعبة يا شادو؟ ما هذا الاختيار السيء؟ أرأيتم كم هو جميل؟ إنه يغرد. بما أن هذا الببغاء يجيد التحدث، أريدك أن تقول دائما جروفي بيب وتوان كفاكما نوم. ها، هل رأيتم؟ يا لحظنا. مرحبا بكم أصدقائي، أنا اسمي أمون. نعم، إن هذا ببغاء وأيضا يجيد الكلام. دعوني أعرفكم على صديقي الجديد. انظروا ما أجمله، وأيضا بأجنحة ريمبو. وهذا الببغاء ذا وظائف متعددة، أولها بأنه يغرد، وثانيها بأنه يضيء، وثالث شيء وهذا أهم شيء بأنه يعيد الكلام. حسنا، سوف أجعلك تقول: أنا أحب جميع متابعين قناة Kids Toys by Amoon. فقط عند الضغط على هذه أقوم بالتسجيل. سوف أعيدها: أنا أحب متابعين قناتي. وأيضا أتى معه هذا القفص الجميل، نستطيع فتحه. وهذه أرجوحة نضعه هنا، وهنا أيضا الطعام. هذه اللعبة اسمها Little Life، وسعرها 20 دولار. أنا أحببتها كثيرا، إن أحببتموها مثلي ضعوا لايك. هذا أول شيء. أيضا أحضرت هذا الصندوق، صندوق LOL Surprise. لفتني هذا الصندوق كثيرا، أيضا عليها صورة LOL Unicorn. ذوقوا حلوة. وأيضا يحتوي على الشوكولا. هي الشوكولا على شكل بيضة. هذه الفكرة كثيرا. وأيضا أحضرت هذه الصناديق. دعونا نتعرف على هذا الصندوق. قد أعجبني أيضا شكل هذا الصندوق. أرى ما بداخله. أعتقد أنه لتغليف الأكل، وكيس باللون الأزرق وكيس باللون الوردي. وهو علبة عصير. أعتقد أن هنا التشيك ليست، أي القائمة. ها هي القائمة التي يحتويها هذا الصندوق. حصلنا أول شيء على علبة عصير. نرى وصفار صندوق جميل. هيا لنرى ماذا يوجد في حقيبتي.
وها هو الستيكرز. هيا لنتعرف ماذا يوجد في حقيبتي. هذا أول شيء. أوه، حصلنا على شيء جديد لم أحصل عليه من قبل. إنه قلم تلوين. أيضا على ماذا حصلت؟ أيضا هذا اللون. وآخر شيء باللون الذي أعشقه، إنه اللون البنفسجي. أتوان، كل شيء يهون إلا هذا الطائر. كيف سوف ننام؟ سوف يعيد أسماءنا طوال اليوم. لا أريد.